يقول الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تبارك وتعالى هذا دينه، وهذا الدين هو دين الفطرة. فدين الفطرة هو الذي الإنسان إذا أراد أن يفعل أي شيء في هذا الكون فإنه يلامس الفطرة التي في قلبه، فتتفق الفطرة التي في قلبه مع أعماله فيسعى الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذا الدين دين الله تبارك وتعالى لن يستطيع أحد أن يحجبه أبدا عن العالمين، فيدخل فيه من يشاء الله تبارك وتعالى أن يدخله بهدايته ورحمته، ويبعد عنه وعن هذا الدين من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل ذلك تابع لحكمته ورحمته سبحانه عز وجل. الآن يعني نشهد دخول أخينا الكريم في الإسلام اليوم ونلقنه الشهادة، وأحببنا أن أنتم تشهدوا هذا الفرح بنعمة الله تبارك وتعالى، وأيضا ندعو له وأيضا نظهر له السرور والمحبة. فديننا دين الجماعة ودين الرحمة ودين التواصل والخير، وأيضا عندنا نظهر له البشاشة والفرح والسرور فهذا أيضا من الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على الدين وأن يثبتنا أيضا على الدين، إنه ولي ذلك والقادر على بسم الله. أشهد الشريف أن لا إله إلا الله الله، وأشهد أن محمدا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن هو بهذا الشرف الحمد لله رب العالمين كتب من المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره أكثر وأكثر لتعاليم الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على الإسلام، وأن يحيينا عن الإسلام، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Thank you.